مع قرص الجام ما تسألش هتقعد للساعة كام. أنا قلت لك أهو أهو، قرص لجام، لجام أقراص، لجام أقراص. بص العلبة بتنط من اللي جواها، أما لما هتاخد القرص أنت بقى إيه اللي هيحصل؟ قرص لجام بيحتوي على مادتين فعالتين، ألا وهما السلدينافيل والدابوكسيتين. سلدينافيل 100 مللي جرام، دابوكسيتين 60 مللي جرام. بس خلي بالك تاخده قبل العملية بساعة ونص، ساعة ونص على معدة فارغة. علاج سرعة القذف، علاج ضعف الانتصاب، ولكن تحت إرشاد ومتابعة الطبيب المختص وبكل دقة. السلام عليكم.